بقول للناس بس بصراحة ان الموضوع اه صعب بالظبط شوية. يعني الموضوع في مصر، انت كويس انك سألتني السؤال ده، الموضوع مش هزار، الموضوع مش تهريج، الموضوع خرج السيطرة في عدة الدول. في ناس بتهزر. استهانت بالموضوع في اوله، احنا شايفين ايطاليا واسبانيا وصلوا لايه دلوقتي، وانا اسف يعني مش هنوصل للدول دي في التقدم ولا الحاله اللي هم عليها داخليا، امكانياتهم يعني. الامكانيات الداخليه والكلام ده، فوصلوا للمرحله صعبه حاليا. عدد وفيات كبير جدا، وصل ل 6000 في ايطاليا و2000 في اسبانيا، تخطوا ال 2000، والمانيا في الطريق، وفرنسا عدد مهول. فده يدركنا او يدرك الناس معنى الخطر الكبير المحدق دلوقتي اللي لازم ناخد بالنا منه. امريكا النهارده منظمه الصحه العالميه، الولايات المتحده الامريكيه نفسها بتعلن منظمه الصحه العالميه انها باتت بؤره جديده للمرض، هتبقى بؤره جديده للمرض. يعني اكثر دول العالم تقدما هي عمالين نشوفها. الحمد لله حتى الان الوضع تحت السيطره في مصر، القياده السياسيه والقياده التنفيذيه الممثله في الحكومه ماشيه بخطوات. بس احنا ما ساعدناش الناس، هنروح لمراحل اصعب. هتروح لمراحل اصعب، لازم هو ده نخلي بالنا التحذير، من وده كده. اللي رئيس الوزراء قاله النهارده في الكلمه بتاعته، ان عايز الشعب يساعده. ده اللي الرئيس قاله امبارح بالظبط. في يوم المراه برضه في اجتماعه مع السيدات مصر الافاضل اللي اتكلم فيه. الموضوع خطير، لازم كل فرد يعي ان علينا الموضوع ده، لو مشينا معاه صح باذن الله هنسيطر على الموضوع بإذن الله. هو المرض مش يعني مش من اخطر الامراض اللي هنقول عليه، هو عنده مشكله الانتشار السريع. صح. الانتشار السريع جدا في العالم، بيخش الجهاز طبعا زي ما احنا عارفين بقى صحيا زي ما انت كده اتكلموا، يدمر الرئه والكلام ده، بس لغايه حتى دخوله الجهاز التنفسي ممكن الانسان يواجهه بالظبط بالظبط. برضه، انه يخلد للراحه في بيته ومشكلته في خالص. الانتشار كمان، هي الانتشار ومشكلته على كبار السن يعني، لا قدر الله بيبقى الامر بالنسبه كبار لهم صعب السن جدا. واصحاب الامراض المزمنه دول يعني نو واي نو واي ما تخرجش من بيتك. بالظبط يعني يعني. انت دول بالذات بقى اللي هو ايه، ما الحياه ينفعش. غاليه وربنا كرمها وقال ان الحياه دي مش ملك ليك، دي ملك الله ودي اغلى حاجه، طبعا. فحافظ على حياتك انت كراجل صاحب مرض مزمن او راجل كبير السن او ست فاضله والشباب كبيره برضه. السن ما تخرجش. والشباب برضه. الشباب طبعا، بس احنا بنقول ان دول زي ما انت قلت ان دول الفئه الاكثر تعرضا للخطر من المرض، لازم ناخد بالنا منهم يعني جدا. نتمنى السلامة للجميع بإذن الله من خلال اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. بالتالي عايز أتكلم على العلاقة ما بين الفيروس ده والرياضة. العلاقة واضحة جدا، الرياضة تمام. في العالم كله واقفة بشكل كبير مفيش جدا، رياضة. وبعدين في بطولات اتأجلت. تمام. وصلنا للأولمبياد خلاص شبه اتأجلت رسمي. لا اتأجلت رسميا. اتأجلت رسمي. من عندك شوية كمان لسه الخبر أعلنوا رسميا تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى 2021 في نفس موعدها. لمدة سنة يعني. تأجيل كامل من 24/7/21 ل 9 أغسطس 2021 تمام. رسميا أعلنت حاليا، وتوماس باخ طلع رئيس لجنة الأولمبياد الدولية واتكلم وقال إن المهم الحياة، حياة الفرد فوق أي شيء أو تمام. تأتي قبل أي شيء، وده طبعا ده اللي أهم بتدعو شيء ليه الرياضة أساسا. الرياضة هي الرياضة مش بتدعو للتنافس وميداليات وذهب بالظبط. وفضة وكلام، الرياضة هي تنمية للإنسان، يتنمي جسده، تنمي صحته، تحافظ على صحته. فبالتالي لما يكون هناك خطر على حياة الإنسان، الرياضة بيبرز دورها الأول، إن خلاص نحي البطولات جانبا ونحي كل حاجة ونحي التنافس، أهم حاجة حياة الفرد والحفاظ على حياة البشرية، لأنه بات فيروس زي ما بنقول بيهدد حياة البشرية كلها، فعلا فلازم شايفين عدد التصدي وفيات ليه. كتير قوي كمان. فده كان الخبر الأهم رياضيا النهاردة، واللي كان كثر الجدل فيه خلال الأيام اللي فاتت. زي ما أنت عارف كل يوم الأولمبياد هتتأجل، خصوصا في ظل الأولمبياد مش تأكيد هتتأجل. دولة اليابان إن هم مستعدين إن هم يستضيفوا الأولمبياد مستعدين في النهارده. ميعادها. شينزو ابي رئيس الوزراء الياباني بنفسه اعلن الخبر وقال ان احنا بنرى، هو امبارح قال الكلمه دي، ان تاجيل الاولمبياد بات حتميه. يعني امبارح قال ان بات شيء حتمي. النهارده رسميا اعلنوها خلاص بالاتفاق مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، رغم الخسائر الكبيره عايز اقول لك اللي هتتعرض لها اليابان. طبعا. خسائر طبعا. بالمليارات. البنيه التحتيه والتجهيزات والاستعدادات، لانك انت بتعمل زي ريكفر لكل ده، السنه الجايه هتيجي تبدا تعيد فيه وتطور فيه تاني، معروفة طبعا يعني الحاجات دي. فاللجنة الأولمبية اتخذت القرار، ويعني أنا عايز أقول لك إن كمان حتى غصب عنهم كمان كانوا هيوصلوا للقرار ده من كده كده كانوا من امبارح. في دول بتعلن إن هي لن تشارك خلاص، فاللجنة الأولمبية باتت خلاص لازم، أنت لازم أمام وضع يجبرك إنك تأجل البطولة. كوارث، أنت الدوري الإنجليزي مؤجل، الدوري الأسباني مؤجل، الدوري الإيطالي مؤجل، تقريبا حاليا باتت كل دول العالم كل البطولات الرياضيه فيها مؤجله بلا استثناء تقريبا يعني. طب هنا السؤال بقى، سؤال مهم قوي دلوقتي. خلاص تم تاجيل الاولمبياد لمده سنه. تمام. ف
فاحنا عندنا منتخب الاولمبي وصل الاولمبياد، عندنا بعض العناصر اللي هتتخطى سن ال 23 سنه في المنتخب، ابرزهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وعبد السلام وفي اكتر من لعيب. تمام. الموقف بالنسبه لهم هيبقى ايه السنه الجايه؟ هل يحق لهم ان هم يشاركوا في الاولمبياد، ولا هيبقى في حاله استثناء ويشاركوا، ولا هيبقى في التزام باللائحه؟ انا عايز اقول لك ان القصه هنا ما بقتش يعني مش قصتنا احنا او ان احنا نبدي راي فيها كاعلام او كنقاد رياضيين او حد، هنا قرار زي ما انت بتقول لائحه. طبعا. هل اللجنه الاولمبيه هتستثني الاولمبيه الدوليه هتستثني ما حدث وتعتبر ان ده نفس مشاركات ونفس ملابسات ونفس ظروف المشاركه في 2020 يتم المشاركه بها في 2021 ام سيتم الالتزام باللائحه؟ اعتقادي الشخصي تسالني عليه ان سيتم عمل استثناء، هيحصل استثناء وسيسمح للمنتخبات بالمشاركه باللاعبين اللي كانوا معاهم اللي شاركوا اللي تاهلوا بيهم.